توجيهي جو 2021 حسب رقم الجلوس نتائج التوجيهي لاردن الموقع الرسمي لنتائج التوجيهي في لاردن. وتوجيهي جو 2021 حسب رقم الجلوس حيث تتوفر نتائج الثانوية العامة توجيهي الأردني لعام 2021 وهذا هو الموقع التي خصصته وزارة التربية والتعليم من إعلان نتائج التوجيهي وبناء على ذلك ارتفعت مؤشرات البحث عن وتوجيهي جو 2021 حسب رقم الجلوس من قبل الطلاب وأولياء الأمور استعداد لظهور النتيجة اليوم عبر هذا الرابط. ووفق الموقع الرسمي على الإنترنت لوزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية فإن وزير التربية والتعليم بالمملكة الدكتور محمد خير أبو قديس يعقد غدا الاثنين الموافق 16 أغسطس أمرا صحفيا في مركز الوزارة لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي 2020-2021. وفي تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بالمملكة أكد أن نتائج الطلاب في الثانوية العامة الأردنية مباشرة هذا العام وهي تحافظ على نفس معدل العام الماضي وأن التأخير في إعلان النتيجة هو التدقيق الشديد. للاستعلام عن نتائج توجيهي لاردن 2021 اضغط هنا. للاستعلام عن نتائج توجيهي لاردن 2021 اضغط هنا.